نطلب من عنده أن ينطينا سلامة لدى قلوبنا بعوائلنا بالعالم، وخاصة بالمكانات اللي بيها حروب بيها اضطهادات للمسيحية. نصلي من أجل هالنية، وأيضا احنا فرحانين أنه سيدنا باسل هو معانا اليوم، ونصلي من أجل كل جماعتنا اللي بهالأيام ما يقدرون أن يكونون بالكنائس، سواء لأنه مهجرين في أمكنة هي بعيدة عن الكنائس أو لأي سبب آخر. فصلواتنا هي معاهم دائما، ويسوع يكون بحياتنا وبحياتهم الآن. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر كل حين إلى الأبد. آمين. قونا يا ربنا وإلهنا بحنانك نحن الضعفاء، لنحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديدنا وخلاصنا برحمة ابنك الحبيب يسوع المسيح يا رب الكل إلى الأبد. آمين. يا رب، من يقيم في خيمتك ومن يسكن في جبل قدسك، اللهم قمني بنقاء القلب أمامك، فسالك طريق الكمال وفاعل البر والمتكلم من قلبه بالحق، وبصاحبه لا يصنع شرا وبقريبه لا ينزل عارا، فالرذيل حقير في نظره ومن يتقون الرب يكرمهم، وان اقسم لا يخلف ولا يقرض بالربا فضتي، لا يقرض بالربا فضتي ولا يقبل على البري الرشوة، فمن عمل بذلك لا يتزعزع إلى الأبد. المجد لله والابن والروح القدس من الأزل وإلى الأبد. آمين. اللهم أقمني بنقاء القلب أمامك، لنصلي السلام معنا. ما أرقى أحمد مالا ولا ريحا يتوسي موثد حبا، نرى أنه شاتا في ذاتي الأشرار، نشتويت نقبل قليل مرحب بيود من شمية، ثم أنه ديل أخوان شبحا قداش الوبعيت مقللتا، من يذكر عذراني نوخل طوي دد ومروار ويدخل للعلمي. آمين.
حين يا رب الكل، سلام ولمن وروح القدوس إلى الأبد. آمين. أنر يا ربنا وإلهنا عقولنا وقلوبنا لسماع وصاياك المحية الإلهية، وهب لنا بنعمتك أن نجني من الفائدة المحبة ورجاء وخلاص النفس والجسد، فنرد لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل، الآن والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك
فإن المولود فيها هو من روح القدس، وستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه هو يخلص شعبه من خطاياه. هذا كله كان ليتم ما قيل من الرب النبي، أن العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما نهض يوسف من نومه صنع كما أمره ملاك الرب، فأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعت اسمه يسوع. Now, the birth of Jesus Christ took place in this way when his mother Mary had been betrothed to Joseph before they came together. She was found to be with child of the Holy Spirit, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to send her away. But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel, which means God is with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had bore a son, and he called his name Jesus. من اسمها تنطي معنى كنيستنا اللي هي كنيسة الشهداء فعلا. فأكيد نقدم هذا القداس لأجل نية السلام، لأجل نية كل المهجرين بشكل خاص في تركيا، في الأردن، جماعتنا في سوريا، في لبنان، وأكيد في العراق. أخوتي وأخواتي الأعزاء، اليوم هو عيد مار يوسف. أكيد قبل كل شيء نهني كل من يحمل هذا الاسم، اللي اسمه يوسف أو يوسف أو جوزف أو جوي إلى آخره. فأكيد إحنا حسب طقس كنيستنا الكردانية نحتفل اليوم بعيد مار يوسف. نفس الوقت نهني خورنة مار يوسف لنا في مشهد بعيد شفيعهم، مقدم هاي الصلاة وهذا القداس على نيتهم، كل العاملين في هذه الكنيسة أيضا. اليوم نستمع إلى بشرى أخرى من زمن البشارة. إحنا عندنا الشهر قبل عيد الميلاد سميه زمن البشارة، شاواعة صبارة، أربع أسابيع هي. كل أسبوع نسمع بشارة معينة، نوع من البشرى. الأسبوع الأول نسمع بشارة الملاك إلى مريم العذراء. الأسبوع اللي بعده بشارة الملاك إلى زكريا وإليصابات. الأسبوع اللي بعده بشارة بمولد يوحنا المعمدان. اليوم الملاك يبشر مار يوسف، يقول لا تخف، وعد الله سوف يتحقق، سوف يولد لكم المخلص.
وش تسميه يسوع الله معنا. الأسبوع القادم هو قمة هذا الأسبوع اللي هي ولادة المخلص يسوع المسيح نور العالم. السؤال ليش اختار الله مار يوسف لهذه المهمة؟ لأن حسب ما يقول الإنجيل يوسف كان إنسانا بار، صديق، إنسان تقي، مؤمن، محب، متواضع، لا يسعى إلى الانتقام أو المشاكل، ولكن يواجه مار يوسف موقف صعب جدا بعد أن يعرف مريم خطيبته هي حملة، رغم أنه لم يعاشرها، فما يكون أمامه غير خيارين، يا أما يتركها بالسر، يا أما يسلمها للرجل حسب العادة المتبعة في ذاك الوقت، يرجموها إلى أن تموت، أي شخص يسموه زاني يقتل، لأنه إذا قبلها في بيته هو مخالف للشريعة، أو إذا فضحها أمام الناس راح يقتلوها، راح يرجموها حسب العادة المتبعة في ذاك الوقت، ولهذا يفكر أن يتركها سراً بدون ما يعرف ولا واحد، فما راح ينشرها أمام الناس ولا راح يأخذها البيت بالسر لأنه راح يخالف ناموس. ولكن مع ذلك يبقى يسوع في حيرة من أمره بين الشكوك والظنون إلى أن يظهر له الملاك فيقول له يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم زوجة لك تأخذها لبيتك. ولهذا يكلف مار يوسف بهذه المسؤولية، مسؤولية الأبوة، ولهذا احنا نعتبر مار يوسف شفيع كل الآباء لأن راح ياخذ مسؤولية هذه العائلة. ويقبل يوسف هذه المهمة بفرح، يقبل هذه الخدمة. كثير من المرات احنا نصمم على قرار بحياتنا أو ناخذ فد قرار ما نريد يتدخل ولا واحد بقرارنا حتى الله بعض الأحيان، خلص أنا أخذت هذا القرار ما أتراجع عنه، ما أسمع لأي واحد. الله مرات يكلمنا بطرق غير مباشرة، يكلمنا من خلال الأنبياء، من خلال الرسل، من خلال التلاميذ، من خلال اللي يتكلمون باسم الله، المبشرين باسم الرب يسوع، ولكن من يسمع لهم؟ المشكلة هنا لما نشوف في الكتاب المقدس يونان مع أهل نينوى ما سمعوا له، هوشع مع زوجته ما سمعت له، يوحنا المعمدان إجا يهيئ الطريق ما سمعوا له، البابا نفسه من يحكي يقول احنا ضد الإجهاض، ضد العنو، ضد الحرب، من يسمع له؟ وبعدين يقولون البطرق هو اللي يريد او ما يريد يهجر الناس او ما يريد ينطي فيز للناس او ما يريد يخلي الناس يسافرون، من يسمع له؟ ليش هو بكيف البطرق؟ هو البابا ما حد يسمع له. ولهذا اخوتي واخواتي الاعزاء شوف انه الله شلون يتدخل بحياه البشر بطرق غير مباشره. هنا يختار مار يوسف ان يكون ابا ومكبرا للعائله المقدسه. شوف انه يوسف يتحمل هاي المسؤوليه الصعبه يرافق العائله. حتى يوسف نفسه يعاني من التهجير. العائله المقدسه تتهجر الى مصر لانه راح يقتلون الاطفال، ياخذ العائله ويروح عناء الطريق، يعوب بلده ويروح يهاجر غصبا عنا الى مصر. فهذا مو شيء جديد علينا التهجير. حتى مار يوسف والعائله المقدسه اختبرت هذا الشيء. ولكن نشوف دور الاب ايش قد مهم، انه ينطي الامل للعائله، ينطي الرجاء، الايمان. فاحنا عندنا ثقه بالاب، عندنا ثقه بالله.
دائما الطفل يتكل على من هو على ابوه، عنده ثقه كبيره بالاب. اكو قصه كلش حلوه انه واحد من الاطفال راح يشوف ابوه يشتغل منجم مال فحم، فدا ينتظر الى ان يطلع من المنجم مال فحم، فشافه واحد قال ايش تنتظر؟ قال انتظر ابويا يطلع. قال شو راح تتعرف على ابوه؟ كلهم راح يطلعون لابسين خوذه كلهم سود من الفحم، فشلون راح تعرفه من بين المئات؟ قال ما راح يعرفاني، هو راح يعرفني، ابويا يعرفني. قصه كلش حلوه. الله يعرف كل واحد من عندنا، وكل واحد خاص وعزيز عند الله. هكذا هو الاب ياخذ كير بكل واحد من العائله، واحد واحد من عندهم. فنخلي ثقتنا، اتكالنا، ايماننا على الله. اخوتي واخواتي الاعزاء، اليوم نشوف انه مار يوسف شلون يتجاوب ويا دعوه الله. الله يدعونا جميعا. كلمه نعم، يعمل الشيء اللي قال الملاك، فاخذ امراتي الى بيتي. مثل ما قال الى الملاك، نفس الشيء مريم العذراء قل نعم ها انا عمت للرب لتكن او ليكن او لاعمل حسب مشيئته. فاحنا اليوم محتاجين ان نعمل مشيئه الله بحياتنا. لا بعض الاحيان نعمل احنا الشيء اللي نريده ونقول هي هاي مشيئه الله. صوت الملاك اليوم اللي يقول لمار يوسف لا تخف، يعيد ان كل واحد من عندنا يدعونه ويقول لا تخف، لا تخف ايها القطيع، انا معك، الله هو معنا، عما نغيب، الله معنا. اذا كان الله معنا فمن علينا؟ ولهذا اخوتي واخواتي الاعزاء، اليوم هذا الصوت صحيح هو صوت خفيف، اكو اصوات اقوى منا، اصوات الانفجارات، اصوات الاضطهاد، اصوات الضجيج بالعالم، ولكن يسوع صوته كلش ناعم، صوته كلش خفيف. نحتاج الى الهدوء حتى نسمع صوت يسوع. نحتاج انه كل هالمشاكل والهموم اللي موجوده نزيحها حتى نسمع صوت يسوع. اذا ما ندخل في تامل ما راح نسمع هذا الصوت. اذا ما يكون عندنا السلام الداخلي ما راح نسمع هذا الصوت. لا ننتظر السلام يعطينا اياه العالم. كل العالم يحكي بالسلام، مؤتمرات من اجل السلام، ندوات من اجل السلام، صلاه من اجل السلام، ولكن وين السلام؟ السلام ينبع من الانسان. كل انسان من عندنا لازم يحمل من السلام. لا ننتظر الامم المتحده تسوي لنا السلام، لا ننتظر امريكا تعطينا السلام. السلام ينبع من الانسان. كل واحد اذا يعمل شويه لاجل السلام يتحقق السلام. بس كل واحد اذا فكر بنفسه ويضطهد اعز الناس عنده اخوته راح يتحقق هذا الشيء. اليوم احنا محتاجين نفتح قلوبنا، نسمع صوت يسوع، ونعمل من اجل السلام حتى نحضر للميلاد، نستقبل يسوع. كثير ناس يقولون شلون راح نستقبل يسوع؟ شلون لهم واهس المسيحيين بالعراق يستقبلون يسوع او يعيدون بعياد الميلاد؟ وين اسباب الفرح اللي تخليهم يفرحون؟ كلها هم، مشاكل، عنف الى اخره. احنا عندنا سبب قوي يخلينا نفرح اللي هو يسوع. ولاده يسوع هي فرح، فرح للكل. هو ينطينا السلام، هو ملك السلام، من عنده ينبع السلام الحقيقي. اذا يسوع هو بداخلنا حققنا هذا السلام بداخلنا، منها ينبع السلام. فاكيد نحضر نفسنا وقلوبنا، نصفيها من كل حقد، من كل حسد، من كل طمع، حتى يكون نظيف القلب يقدر يستقبل يسوع المسيح. امين. لنذهب حسنا بخشوع واجتهاد ونحن قائلين ارحمنا. ارحمنا يا رب. يا أبا المراحم وإله كل تعزية نطلب منك. يا مخلصنا والمهتم ومدبر الكون نطلب منك. لأجل أمن واتفاق كل العالم وجميع الكنائس نطلب
نطلب منك يا رب يا رب. من أجل بلدنا وكل البلدان ولأجل اصطلاح كل العالم نطلب منك يا رب يا رب. لأجل السلام والاستقرار وخصب السنة وغلات الأخمار نطلب منك يا رب يا رب. لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا رومان مار لويس البطري كاثوليك مار فرانسيس اسقف ابريشيتنا وابينا مار اوراهام ولاجل الجماعه التي يخدمونها نطلب منك يا من اجل شفاء المرضى والفرج للمتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك يا من اجل امواتنا وجميع الموتى الذين انتقلوا من بيننا على رجاء القيامه نطلب منك يا خلصنا أيها الرب المسيح ربنا بنعمتك وكثر معنا أمنك وسلامك وترحم علينا. يا ذا وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك خطايانا يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح.
الجذارق والأساقف والقصص والشمامس والفتيان والعذارى وجميع الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع المؤمنين الحاكمين بحب المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء الذين ها هنا وفي كل مكان لك يا الله الذي كن لهم يعطين في القيام من بين الأموات رجاء صالحا معهم وميراث الحياة ملكوت السماء والإكرام على نعمتك الغزيرة التي بها هلتنا وروهم خطايانا للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق. نستقلق تشبعك بقارة وتوديت وصغة أشياء وخزوان والعالم عالمين. Thank you.
الذي هو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك، والذي لم يعتد مساواته لك اختلاسا بل أخلى ذاك وصار إنسانا كاملا من أجل خلاصك، وترك لنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت الله أبو ضابط الكون، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. كذلك من بعد العشاء خذ بيديه المقدستين كأسا طاهرا وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي دم العهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. وخصوصا لأجل أبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الباتريارك ومار فرانسيس أسقف هذه الإبريشية وكل الأساقف والكهنة والشمامسة. تقبله يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين، وامنح أخوتنا المتوفين على رجاء قيام السعادة الأبدية. تقبله يا رب لأجلنا نحن منتظرين رحمتك، ولا تعاملنا بحسب خطايانا بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان الحق إحسانا منك. تقبله يا رب لأجل هذا البلد وأيضا لأجل العراق وكل منطقة الشرق الأوسط ولأجل هذه المدينة وبغداد وأهلها، صلهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس الوحي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا وسلاموا معنا. وليجزي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا ورجاء سعيدا قياما بين الاموات وحياه جديده في ملكوت السماء مع جميع الذين ارضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتدى بدم مسيحك الكريم. آمين. أيها المسيح السلام العظيم على هذا البشر العظيم، وأقضي يا رب حمدك وسلامك في الأقطار المعمورة وفي كنيستك المقدسة الجامعة
ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المقدسة ونحن غير مستحقين. آمين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة
أحداث التجربة، لكن أنجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى الأبد. Yeah.
ذا روح القدس يقرئنا كل الفالنتيرز، وايضا نشكركم انتم بشكل خصوصي لمساهماتكم
الروحيه والماديه اللي يحبون ينطون الممبرشيب مالت المال العام 2015 اللي ما تنقوها بعد يقدرون ينقوها خلال هالايام. سيتات ما ظروف ما العطاء الاسبوعيه موجوده للي يريدون ان ينطوها. نهايه القداس راح يكون عندنا تقبيل صوره بار يوسف، وايضا ندعو كل الاطفال اللي اعتمدوا خلال سنه 2015 واهاليهم والاشابين مالتهم. راح يكون عندنا قداس خاص الاحد اللي قبل عيد الدنح، الاحد قبل عيد الدنح راح يكون عندنا قداس لهم خلال قداس الانجليزي. ايضا بالنسبه ليوم الخميس راح يكون تبدا القداديس الساعه 4 قداس الانجليزي، الساعه 5:30 قداس بالسوره، الساعه 7:30 قداس بالعربي، الساعه 9:30 قداس بالانجليزي، الساعه 11 يكون عندنا صلاه الليل، والساعه 11:30 قداس منتصف الليل. يوم العيد يوم الجمعه القداديس تكون مثل الاحد، الساعه 9 بالعربي، 10:30 بالانجليزي، الساعه 12:30 يكون قداس بالسوره، ويكون عندنا قداس اخر بالانجليزي الساعه 2:00. يوم السبت اللي هو عيد تهنئه للحضره بهلال الرب يسوع المسيح يكون عندنا قداسين الساعه 10:12، قداس العصر الساعه 5 راح يبقى مكان مالته. أريد أن تذكرون دائما أخوتنا أخواتنا المهجرين اللي بمناسبة عيد الميلاد راح يكون عندنا تبسية ثانية لمساعدتهم. التبسية اللي كانت تكون عادة لإكرامية الكهنة وكانت تكون لتقاعد الكهنة، هالسنة راح تكون 60% تروح لمساعدة أخوتنا أخواتنا المحتاجين بالعراق، 20% تروح لدعم طلاب السمينير، و 20% الأخرى تكون لتقاعد الكهنة. يكون يوم الأحد مبارك علينا جميعا، وشكر خاص لسيدنا باسل اللي أراد أن يكون معنا بهذا القداس، ونطلب من عدل صلوات تكون ويانا حتى إيمانه يكون دائما قوي. سيدنا نشكرك.